نجح يا عيال، الحمد لله اخوك يونس نجح وخد البكالوريا. وانتش عرفك هو لسه ما رجعش؟ ايه شمتي على ظهر ايدك ولا كلمك في التليفون؟ لا يا عزيزه، شفته بعينيا الولا وابوه جايين من اخر الحاره والفرحه مش سايعاهم، والضحكه ماليه وشهم وعلي طاير في ابني. الولا بقى اطول من ابوه، وعلي واقف عند الشربطني عمال يسقي الحاره كلها شربات نجاح يونس واخدانه البكالوريا. نجاح نجاح او يخف من عليكم ويشتغل بلقمته، انا لو منك العيال دي كلها تشتغل اهو، على الاقل يريحوكوا من الهم والفقر اللي انتوا عايشين فيه ليل ما نهار. ولو يا عزيزه بعينك اللي في دماغك واللي بتتمنيه لعيالي مش ممكن هيحصل، ولاد علي وصفيه كلهم هيخشوا الجامعه ويكملوا الاخر العلاني. انتوا احرار، يطلعوا يخشوا وانا مالي. اهو كده انت مالك. ولا يا خالد روح عند لابوك واخوك، مش كان حقه جاني خدته في حضني وباركت له اني الاول؟ في اي حد يا اخوان لسه ما شربش شربات نجاح يونس؟ الف مبروك يا ابو يونس وعقبال الشهاده الكبيره ان شاء الله. ربنا يفرح باخواته. الف مبروك، دي جابلكم في الفرح يا اخوانا ان شاء الله. بقول لك يا عم حسن، اي حد يعدي عليك في الحاره شربات الحساب يجمع. حسابك كام بقى؟ حساب وصل يا سعالي. وصل؟ وصل من مين؟ الله 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 الله، ليه كده بس يا عم سعيد؟ هي خيركم سابع يا ابو يونس، وبعدين احنا في ديك الساعه لما واحد من ولاد حارتنا ياخذ البكالوريا ويخش الجامعه، على اقل الحاره يبقى فيها دكتور ولا مهندس. ولا اقول لك بلاش حكايه الدكتور دي عشان ما تزحمناش في اكل عيشنا. على الاقل بنلاقي لنا عيل نطهره او وصف الدواء نعملها لواحد عيان. خلاص يا عم سعيد، مش هاوب ناحيه كليه الطب دي خالص. خلاص يا يونس يا فندم، انت عليك وعلى كليه الهندسه عدل تاخد الشهاده الكبيره وتتعين في مصلحه التنظيم هنا في اسكندريه عشان تجيب لنا قرار الشارع الجديد اللي عمالين نسمع عنه سنين وسنين. الله يرحمك يا حاج يونس، عاش ومات يحلم باليوم ده. يا سلام لو حد من ولاد ولاده حقق الحلم ده. فيه ايه؟ سيبك من كليتك، انت عليك وعلى كليه الحقوق تتخرج منها وكيل نيابه ولا محامي سنه والتانيه هوب تبقى وزير. وزير حته واحده عم سعيد. امال على حتتين اهو، فيها ايه لما حاره النادوري يطلع منها وزير؟ طيب يا جناب الوزير، تعالى بقى نطلع لوالدتك، خد بالك اصل زمانها قاعده على نار، لو اتاخرنا عليها شويه هتلاقيها تهب علينا في الحاره. ها يلا حبيبي. كفايه بقى يا ماما، من ساعه ما طلعت النتيجه لحد دلوقتي وانت ما بطلتيش زراغيط، حسك وصل لحد سيد ابو العباس المرسي. شلها يا مرسي يا ابو العباس، اصل بصراحه من كتر فرحتي مش مصدقه. ما انت يا ولا خدت البكالوريا؟ طبعا يا ماما وبتفوق. اتفضل يا يونس افندي، ساعه حلاوه نجاحك. وقعتها من عسكري انجليزي كان عايز يبيعها، خدتها منه واعطيته ثمنها، كنت شايلها لك يوم ظهور النتيجه يا حبيبي. متشكر قوي يا بابا. مبروك. تعيش يا اخويا وتجيب له وتجيب لاخواته في الفرح ان شاء الله وفي النجاح. تعالى بقى يا يونس افندي قول لي عايز تخش انهي كليه؟ شوف يا اخويا الوال، انت مكسوف ولا محتار؟ قول لي يا علي، اتفقتوا على ايه؟ على انهي كليه وانتوا جايين في السكه؟ اصل احنا من فرحتنا بالنتيجه ركبنا الترام عشان نوصل اوام، يعني يا دوبك جينا على الحاره قعدنا اتغدينا وما كانش في اي كلام تاني. ايه بقى؟ ناوي تدخل انهي كليه؟ قول الكليه اللي انت عايزها وبعون الله هندخلها لك. انا مش هدخل ولا كليه، انا هشتغل بالبكالوريا. انت بتقول ايه يا مالك؟ تشتغل بالبكالوريا؟ ايوه يا ماما. يا نهار اسود وميل، يا نهار اسود وميل، يا مالك بختك يا صفيه، يا مالك بختك يا صفيه. ايه اللي بتقوله يا صفيه؟ زي ما يكون الولا صابر، ما تفوق النار. الولا خد شهادة البكالوريا، الولا معاه شهادة البكالوريا. طبعا، ما انتوا اتفقتوا عليا انتوا الاثنين وانتوا جايين في السك. الاتفاق ده بقى كان من زمان ولا من دلوقتي؟ ما تقول يا علي. يا غلاوتك عندي، احنا بجدنا سيرة الموضوع ده ما تقول يا انا. يبقى في حد وزه. يا ماما انا ما فيش حد وزني ولا اتكلم معايا في الموضوع ده خالص، انا اللي فكرت في الموضوع ده من نفسي. يبقى في عين وصابتنا هي عزيزه ما فيش غيرها. يا ميلة بختك يا صفية. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا صفية؟ ده بدل ما تفرحي ان ابنك طلع راجل وحسيس. انا الود ود يا ابني، مش تكمل الجامعة بس، تكمل اللي بعد الجامعة.
وبعتك يا ابني تكمل دراستك في اوروبا زي اللي بيبعتوهم. يبقى خلاص ما دام ده راي ابوك يبقى تصرف نظر عن حكايه الشغل بالبكالوريا دي، وتعالى بقى نشوف هتخش انهي كليه. ارجوكي يا ماما ارجوكي، انا فكرت كتير في الموضوع ده، وبعد اذن حضرتك يعني ده رايي النهائي. يا مراري يا مراري، ما هي دي اول فرحتي. تتجننت يا صفيه بتقولي يوم فرح ده، بدل ما تدعيله ان ربنا يوفقه ويعوض في اخواته، بس نكون عدينا الازمه اللي احنا فيها وطلعنا بالخانقه دي. وليكوا عليا يا ستي، ان شاء الله كل العيال هيكملوا، ان شاء الله تحيه تخش الجامعه. انت بتقول فيها ان شاء الله تحيه هتخش الجامعه؟ ان شاء الله ربنا يرزقنا ويقينا، وتاخد الشهاده الكبيره اللي بعد الجامعه كمان اللي اسمها الدكتوراه دي. خلاص بقى يا ماما، انا عايزك تروقي بقى علشان نشوف هشتغل فين وازاي. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا مش موافقه عليه. أنا بفكر روح لخالتي جليلة وهي تكلمني جوز عبد الهادي باشا وهو يشوف لي واسطة. لا اسكال حكاية فيها جليلة وعبد الهادي، طلعونا من الموضوع ده. أنا لا بطيق الراجل ده ولا هو بيطيقني. أنا هاخدك من إيدك ألف بيك على مصالح اسكندرية كلها، شغلك شغلانة، ولا إني أتعامل مع كلب زي اللي اسمه عبد الهادي ده. خلاص يا بابا ولا تشيل هم، أنتوا مش واخدين بالكم إنني كبرت ومعايا شهادة البكالوريا؟ خلاص سيبوني أنا أتصرف. مبروك يا يونس. الله يبارك فيك يا خالتي. عقبال سوفيناز، اما فين هي؟ هي في اوضتها مع دادتها، هتشوفها على الغدا، اصلها بتحب تتغدى مع الباشا. لا تبقي تسلمي لي عليها بقى، اصل انا لازم امشي بدري علشان ماما ما تقلقش عليا. اللي قلته لك اتنفذ بالحرف الواحد، احنا اللي نحدد الاسعار مش شويه الجرابيع دول. تحت امرك سعاده الباشا، اي امور تانيه؟ ايوه، اول ما ترجع تعدي عليا تطمني عملت ايه. مع السلامه. يونس قبل ما تمشي تعدي عليا، أنا في الجنينة. تعال يا يونس. أمر أفندم. ساعة الباشا. شوف يا يونس، والدتك ليها في رقبتي خدمة، وأنا من أول ما كلمتني وأنا بتصل برجال الأعمال عشان أوجد لك عمل، لكن للأسف سوق العمل راكد. الحمد لله على كل حال. أنا آسف يا سعادة الباشا إذا كنت عطلت سعادتك ولا أزعجتك. مفيش إزعاج ولا حاجة. أنا مش هسيبك تروح مكسور الخاطر برضه. إكراما لوالدتك أنا هشغلك عندي في الدايرة. في العزبة يعني؟ أنا عندي موظفين كتير صحيح، لكن ما يضرش، خصوصا إنك قريب مننا. أنت هتكون عيني في الدايرة على كل اللي بيحصل فيها. وانا هديهم اوامر يدبروا لك مسكن تعيش فيه، وتبقى تنزل اسكندريه مره كل شهر تشوف اهلك واخواتك. ياه، مره كل شهر؟ ان شاء الله يا سعاده الباشا. ايوه بس خلي بالك تنسى خالص ان انا جوز خالتك. الشغل شغل، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا، وان شاء الله هكون عند حسن ظن سعادتك. ديل الكلب لم يتعدل. ما نبدا اللي شخطت الولا وبعده عننا. ما هو لما يتجوز ان شاء الله هيبعد عنه، ولا انت هتبقى من حماتي يا. طب وليه ما نبقى زي الحاج يونس الله يرحمه، نجيب بيت كبير ونلم فيه عيالنا كلهم ستاتهم وعيالهم. ايوه احلام احلام. وماله يا علي، الحلم بيخلي الصعب يفوت. طب احنا هو كنت تتصور ان يونس ياخد البكالوريا ويتوظف والعيال كلهم يخشوا المدارس؟ مش ده حلمنا اللي فضلنا نحلمه اول ما جوزنا يا علي؟ ايوه بس اني صعبان عليا الولا. لا اله الا الله، كل الشقه اللي هشقاه عند الزفت عبد الهادي ده، ومش هستفيد يعني كل فلوسه هتضيع على معيشته، لا هيعرف يحوش قرش لمستقبله ولا حتى يا حبه عينه هيقدر يساعد في مصاريف البيت ولا مصاريف اخواته. يعني ابن القديمه ده ما كانش يعرف يلاقي له شغلانه في اسكندريه؟ يلاقي له ازاي ويريحه ليه؟ ده ابن علي البقري اللي طلع على جدته البالة. طار طار يا صفية، وبيننا وبين اللي زي عبد الهادي باشا ده طول ما في ديون للانجليز، وطول ما الانجليز راكبين على نفس البلد. Stop! 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 Stop!
عاوزين ايه؟ طلع حجيش معاك يالا. حجيش ايه؟ معيش حاجة. طلع يالا. دي اخر حته معاه يا باشا، عدم مؤاخذة المزاج يعني، انا ما بنبيعوش. طب تستعبط يالا، الكلام ده تقوله في النيابه، لكن ليه انا لا؟ تمام يا فندم، مش حد بيقع معاه مخدرات يا فندم. الظاهر ان احنا جينا متاخرين شويه، فتشوا. يا حبيبي يا ابني ما جاش يقعد يا اخويا. يا حبيبي انت ما قلتليش يا اخويا مالي يا ناس الحقيني يا اللي ما حدش سافر يا حبيبي. خلاص خلاص يا ايه هتعددوا على الولد من بدري ليه؟ هو يعني كان سارق سريعه ولا قاتل قتيل وهيتقص اعدام؟ اطمني على عواطف وخدي بالك من الولد اللي في بطنك. اجمد يا ولد يا حمار اجمد وما تخافش، لما تروح هناك ما تفتحش بقك بكلمه لحد ما اجيلك، انا هشد ثلاث محامين كبار واجيلك على الكراكون. ابوك هيجيلك الكراكون يا اخوي. مفيش حاجه يا فندم. مفيش حاجه يا فندم. ايه لقيتوا حاجه جناب الحكمدار؟ معلش المره دي نفدت، لكن المره الجايه معلم اسماعيل هتقع. يا عم ما يقعش الا الشاطر، وحضرتك شايفني يا جناب الحكمدار، أنا قدامك أخي يا ابن الخيابة. إن شاء الله المرة الجاية مش هتفلت من إيدينا. يا ريت، ده حتى إيديكم هتبقى أرحم من إيدين الجماعة مراتي. حلو، لا حلو، إجمل يالا ما تبقاش حمار. البيت ده باسم مين؟ ده بيت المرحوم الحاج يونس البقري، وأنا علي ابنه الكبير. طب يا سعلي، أنا حبيت بس أقول لك إن أي مخدرات هتتظبط في البيت ده هتبقى مسؤوليتها على صاحبي. مش لما تتظبط. ما تخافش يا زكريا، ما تخافش يا حبيبي، ابوك هيروح لك الكراكون حالا يا زنان. اوعى تتكلم لما ابوك يروح لك يا زكريا. ايه ده حوش، ما تتفرج على ايه؟ بره يلا حلو يلا احط جزمه في رجلي يا وام والحق الوله قبل ما يعك في الكلام ويلخبط لنا الدنيا. اسماعيل بقول لك ايه، من بكره الصبح بدري تلموا حاجتكم وتاخدوا عيالكم وتشوفوا لكم بيت تاني، يعني بصراحه تمشوا من هنا خالص. ساعات يا علي بتنسى انني ليا في البيت ده ورث امي وورث ابويا. خلاص يبقى احنا اللي نمشي، عيالنا كبروا ومش معقول كل ساعه والتاني يشوفوا المناظر دي. احنا اللي لازم نمشي يا علي. احنا نمشي انتوا تمشوا، هي ايه الحكايه بالظبط؟ انتوا ليه عايزين تفركشوا اللمه؟ دي الوصيه بتاعت المرحوم ابوك الله يرحمك يا حاج يونس. الحاج يونس اسماعيل ما شقاش وتعب ودان عشان يبني بيت يدهسوا البوليس. جرايه يا سعلي، هي دي اول مره؟ ما ياما البوليس دهسوا قبل كده. انت ذات نفسك من 16 سنه في ليله دخلتك البوليس مسكك وقضيت الليله في بيت خالتك. على حياة الحاج يونس الله يرحمه ويحسن إليه، البيت كان بيتفتش ونتماسك ونترمى في السجون عشان خاطر البلد، عشان كنا بنحارب الإنجليز مش عشان الحشيش والمخدرات. حشيش إنجليز أهي كلها أسباب، بس أنت عندك حق، هي غلطة ومش هتتكرر. الولا لسه حمار، ماني قدامك أهو، أديلي 25 سنة بستعطاه، حد قدر يجي ناحيتي؟ عمري بقيت ليلة في الحجز. بس هي خيبة بعيد عنك، الولد صغير لسه مش متودك. طب انا قدامك اهو شايله على راسي من فوق لازق الحتة في سقف الطربوش. حد عرف؟ الحكمدار وكل رجالته كانوا هنا. حد عرف؟ والله لو كانوا جابوا الكلب هو ذات نفسه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرزقك بظبط مفتح يجيب اجلك. ولو برضه مش هيقدر، حتى لو ظبط الحشيش في الطربوش ساعتها هقول مش بتاعي. داني كنت بتوظف الجامع، قلعت الطربوش اتلخبط مع طربوش حد تاني، طربوشك انت مثلا وياكش تولع. يا نهار اسود ومنيل، احنا عايشين فين ولا مع مين؟ ده ولا شغل حسب الله وعبد العالج وزرية وسكينة. عجبك كده يا علي؟ يلا انت هو يخش الوقت يلا يلا يلا. لا يا علي لا، نبوس ايدك، من بكره ندور لنا على مطرح تاني، ان شاء الله عايشه فوق السطوح نلم فيها عيالنا بعيد عن العيشه دي.
داني وانت هلاك لو طفحنا الدم عشان نربيهم ولسه المشوار طويل. يعني يناموا ويقوموا يلاقوا البوليس بيفتش على حشيش في البيت اللي عايشين فيه. تبقى دي عيشة دي؟ ترضاها لعيالك يا علي؟ يوه عيالك عيالك، لا هم كانوا يعني ولاد اللورد كرامر ولا الملكة فكتوريا يا اختي، ولا ما جابتهمش ولادة. احفظي ادبك يا عزيزة. يا اخويا بلا ادبي بلا قلة ادبي، فلقتونا بقى كل شوية العيال العيال. اهو العينة بينة، هيحصلوا ايه اخرتها؟ كبرهم يونس هيروحوا يشتغلوا خلي انفار ولا ينقوا الدودة من عزبة جوز خالتهم؟ يا اخويا اقصروا الشر بقى وخلصونا وريحوا دماغتنا وريحونا. شيء ما يخصكيش يا عزيزة، وخليكي في البلوة المسيحة اللي انت فيه. بس يا صفية ما تقلبوهاش عركة وتتوهون عن الموضوع الاصلي. ايه يا سي اسماعيل قول لي يا حبيبي نويت على ايه؟ اني قال لا يا سعلي، انا هروح اشد ثلاثة محامين كبار عشان الولد. تشد ما تشدش ما يهمنيش، انا اللي يهمني الفضيحة والبهدلة اللي حاصلة في البيت. والنبي يا اخويا اللي حصل فيه من الجوازة الشؤم دي اللي اتجوزها الواد زكريا، حد وز عليه؟ وز ولا ما وزش، هو بالكذب؟ ما الظابط قال انه ممسوك تلبس في قهوه في كرموز وهو بيوزع الحشيش. وحيادك يا اخويا، هو الولد ابن خالد مراته هو اللي وزع عليه؟ اكمنه كان عاوز يتجوز عواطف بس البنت فضلت عليه زكريا. كل الكلام ده ما يخش دماغ ابنك. انا كل اللي يهمني دلوقتي البيت، بيت الحاج يونس يا اسماعيل. الله، في ايه يا جدعان؟ ايه الحكايه؟ انا راجل دماغي متكلفه. بيت الحاج يونس، بيت الحاج يونس، هي في حاجة اتظبطت في بيت الحاج يونس تخصني؟ ايه المطلوب مني بالظبط بقى؟ لا مؤاخذة، تبطلها بره جوه يا اسماعيل، انت فاهم؟ لا حلو، ما تشد حيلك وتيجي تاخدني جزء. لا ما انتش كبير على الضرب يا اسماعيل. استهدى بالله بس يا سلام. هو كان راجل عامل لك ايه عشان تهزقه بالشكل ده؟ سيبيه يا عزيزة، سيبيه على راحته. شوف يا سعلي، انا قلتها لك قبل كده 100,000 مرة وهقولها لك تاني، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. قسم وكل واحد ياخد نصيبه ويروح لحاله. قلت ايه؟ خلص الولا في الكراكول. انت لسه هتستنى ما يرد عليك؟ ده لسه هيقعد ويتداول مع الست الهاني. يلا يا اسماعيل عشان تلحق الولا زكريا في الكراكول. يلا يا اخويا وانت يا بنت اطلعي اوضتك نام عشان نصحى من الصبح نحضر الزياره لزكريا. خد يا ولا يا سلمان مراد اخوك في ايدك. يلا يا ولا سلمان انا تعبانه. جابوها لك على بلاطه يا ضربة بالعيشة دي بكل البلاوي اللي بتحصل في البيت، يا اما تقسم وكل واحد يروح لحاله. رأيك ايه دلوقتي؟ يبقى انت قلت خلاص. ربنا يستر علينا وعلى عيالنا. لا طبعا، قلتها له بالعربي والانجليزي نو نو نو. من الحراميه عايز يهرب بضاعه مكان ووزعها له عند البقالين معرفنا ونقسم 50-50. اما كويس، وانت عايز اكتر؟ اخص عليك يا مسعود، بقى علي يوكس يعمل كده. ما تاخذنيش يا علي، مش قصدي. يا راجل ده احنا طافحين الدردي وراضيين بالهم، وبقالنا سنين عاملين الشحطه من شغلانه لشغلانه عشان ما تدخلش بيوتنا قرش حرام. ترضاها لي؟ ترضاها لنفسك يا مسعود؟ لا طبعا. ولما هو لا طبعا بتقول لي كده ليه؟ حقك عليا يا بنس. عموما كويس ان انت عملت كده، وعايزك تحرص من الجدع ده قوي قوي عشان ده اكيد هيتلكك لك. يو علي، مش قلت لك؟ نعم. عايز ايه تاني؟ تسيسكو، مش انت اللي قعدت ترغي وعايزني ابقى كلفت معاك؟ علي علي انت بتطلع عليك. واتس راك؟ ارسل لي ميه بالكلب. شت اب، برينج تو الاوفيس. فايرد. الحمد لله يا بنت الناس رفدوني. نحمد ربنا انهم رفدتني. بس ده لولا ان الظابط بتاعهم هو اللي غلطان كان زمانهم سجنوك ولا لفقوا لك تهمه وادوك في توكر.
الظاهر مفيش قدامي غير ان انا لازم اروح توكر بعد الشر. ليه يا اخوي؟ قصدي يعني مفيش قدامي غير شغلانه انا ما كنتش عايز اقبلها. طب والشغلانه دي عيبها ايه؟ رخرة مع الانجليز؟ لا لا يا شيخ، انجليز ايه؟ عيبها ان فيها سفر، يعني هبعد عنك وعن العيال. على اي حال انا احاول اجي لكم كل 15 يوم او حسب الظروف. يا علي بقى هنقدر نعيش من غيرك وما نشوفكش الا كل 15 يوم؟ والله يا صفيه الراجل صاحب الشغل عرض عليا يدبر لي سكن ليا وللعيال. سكن؟ طب والمدارس؟ من غير ما تقولي انا نفسي استبعدت حكايه السفر دي والقعد هناك. كمان هنسيب بيت الحاج يونس لاسماعيل يبرطع فيه؟ اذا كان واحنا موجودين وبيعمل كده امال لما يستفرد بيبقى هيعمل ايه؟ وطبعا حسن مش هيقدر على اسماعيل. خلاص يا ستي انا هحاول اسافر واجي لكم كل جمعه على قد ما اقدر. ومين اللي جاب لك الشغلانه دي؟ عمتي الكامله. عمتي كامله؟ دي كل اللي عندها قراطين ارض وثلاث اربع بهايم وكام جوز فراخ وبط، محتاجين لحد يمسكهم دول؟ لا الشغلانه التانيه دي كبيره قوي قوي قوي، دول 50 فدان جناين. انا هقف على اللي طالع واللي داخل واعمل حسابات العمال. بتاعت مين دي؟ واحد بلديات عمتي الكامله اسمه بكر. بكر طاحون؟ معقوله؟ طب ما شرفتنيش ليه في البيت وبعتيلي عشان اجيلك هنا المضيفه؟ على الاقل في البيت كنا عرفنا نخلي ام عمر تقوم بالواجب وتضيفك. بكر يا طاحون انت عايز ايه بالظبط؟ في ايه يا صفيه؟ وكمان بتقول في ايه؟ وحياة الايام اللي ما قدرت تجمعنا، انا مش فاهم حاجه. ايوه هي دي بقى مربط الفرس، الايام اللي ما قدرتش تجمعنا. بكر يا طاحون اوعى تكون نسيت اني مين. اني صفيه بنت الحاج كرم ومرات علي يونس البقري، واذا كنت عايز تشغل علي عشان تكسر مناخيري وتفكرني بيك تبقى بتحلم. انا بنحب جوزي وبنحب عيالي منه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ لازمته ايه الكلام ده يا صفيه؟ لازمته الرسم اللي انت بترسمه، الملعوب اللي بتعمله. مش انا يا بكر، مش انا. وحياه ولادك، وحياه ولادي، ما تسقيش الظن بيا. اشمعنى علي يونس دونا عن الخلق كلهم؟ لاني عرفته لما كان بيشتغل مع اخواتك وحسيت انه انسان كويس، بس الدنيا ملطشه معاه. ده غير ان عمتك كامله كانت موصياني عليه، وفوق ده كله حسيت انه انسان مظبوط في شغله وامين وعنده ضمير في زمن قل فيه الضمير. فليه ما استفدش منه وامسكه شغلي؟ الكلام ده مش داخل دماغي، مش قادره نصدقه. ايش معنى علي وعلي بالذات؟ اسمعي يا صفيه، اذا كان يريحك ان علي ما يشتغلش عندي انا موافق. انا هبعت اقول له ان انا اجلت الموضوع ده او في حد جه مكانه. المهم ان انت تبقي مرتاحه. ايه رايك؟ لا اصل علي تعب في شغلانات كتير ونفسي يلاقي الشغلانه اللي تريحه. عموما انا تحت امرك، اللي انت عايزاه يا صفيه انا هعمله. اللي رتبت الترتيب ده كله ليه يا عمتي؟ ليه؟ امال يعني كنت عاوزاني اقف اتفرج عليك انت وجوزك وعيالك والبلد حالتها كلها تعبانه والرزق ضيق والشغل ساحق؟ ما هو لو كان عليك انت وبس وعلي كانت هانت، لكن العيال اللي لازم تاكل وتشرب وتروح مدارس. يعني هي الدنيا ضاقت ما لقيتيش غير بكر؟ ماله بكر؟ ما يتخيرش عن علي جوزك، مرجاله وشهامه. انت ليه عايزه ترجعي اللي فات وتصحي الماضي؟ اللي فات راح وانقضى، والماضي اذا كان هيصحى هيصحى جواك انت. اخص عليك يا عمتي، انا برضه تظن فيها كده؟ صحيح بكر ده من احسن الناس اللي تقدمولي، بس انا من اول ما شفت علي وعرفته عمري ما حبيت حد غير ولا فكرت في حد من بعد.
ده هو جوزي ابو عيالي وكل حاجه ليا في الدنيا. الله، ايه بقى؟ خلاص قلقانه من ايه بقى؟ انا خايفه علي يعرف. يا اختي هيعرف منين؟ بكره هيروح يقول له انا كنت هتجوز مراتك قبلك. هو لعب عيال ده ولا كده نسى؟ لا، لا يكون عايز يجبي علينا ويقول لعلي انا اللي صفيه ما رضتش بيا وشوف انا بقيت ايه وانت ايه. لا 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 لا، بكره اخلاقه غير كده خالص. ثم انتوا ما حصلش بينكم الا كل خير وكل واحد راح لحال سبيله. انت اتجوزتي وخلفتي وهو اتجوز وخلف. ده مسمي بنته صفيه يا عمتي. يا اختي ما يسمي زي ما هو عاوز، اللي في القلب في القلب، واحنا لينا الظاهر اللي قدامنا وبس. والراجل ما حصلش منه الا كل خير. تعالي. انت فاكره اول مره لما طلبت منه شغلانه لاخواتك؟ طبعا ده ما كانش عشان خاطر عيون اخواتك، لا، ده كان عشان خاطر عيون علي. ولما علي اختلف مع اخواتك طلبت منه ان يشغل علي منه له ويبقى هو الكل في الكل والراجل ما تاخرش. شغاله شغلانه نظيفه كويسه، مش احسن يا اختي من كسره الظهر في شغل المينا ولا مرمطه الكرامه في الكامب بتاع الانجليز؟ ايه، انا عارفه كل حاجه يا صفيه. اخواتك الشماليل كانوا بيبلغوني اول باول، كانوا شمتانين في علي، خصوصا بعد ما بكر كرشهم وشغل علي بدلهم. مش عارفه يا عمتي، انا قلقانه قوي. اسمعي بطلي قلق وفكروا بس في العيال وتربيتهم، العيال بتكبر والمشوار طويل. وانت يا اختي مش ناويه تدخليهم الجامعه؟ يلا يلا، انا رايحه عند ام السعد علشان تيجي تخبز لك فطرتين تاخدوهم في ايديك وانت رايحه اسكندريه. اكيد قلت لجوزك انا رايحه بحمص ازور عمتي عشان وحشتني، مش كده؟ يا ام السعد، يا ام السعد، يا ام السعد. الصح في الغلط. استر عنها يا رب. ماما جه، ماما جه. ماما وحشتوني يا اولاد. ازيك يا جلال؟ الحمد لله على السلامة يا بابا. ازيك يا خالد؟ ازيك يا يحيى؟ اهلا اهلا اهلا. يا ست البنات، واقفه مكسوفه ليه؟ تعالي تعالي. اهلا اهلا يا يوسف، اهلا. الله يسلمك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. أنا واقفه في اخر الصف اهو مستنيه دوري. ده انت اخر الصف واول الصف، على نعمه انت كل صفوف. الحمد لله على السلامة. وحشتيني. يلا هات انت اهو، يلا هات الحاجات من الحنطور احسن راجل ياخدها ويمشي ويزهق. يلا ساعدوا بعض يا عيال. يلا الشغل ايه؟ كويس قوي. يعني انت مبسوط؟ انا مش قوي. ليه؟ عشان بتوحشيني. خلصت كلها؟ ابدا وحياتك، القضيه كامله انا داير مليه. امال ايه الحاجات دي كلها؟ شوفي يا ستي،
الفاكهة والطيور والفطير هدية من المزرعة. هو كل مرة كده؟ كل ما تيجي نازل يعملك بالشكل ده؟ شوف يا ستي، أصل صاحب المزرعة ده راجل كريم وربنا موسع عليه، ده ما بيعملش معاني بس، ده بيعمل مع كل اللي بيشتغلوا معاه. أيوة بس ده كتير قوي يا علي. خلاص يا صفية، المرة الجاية إن شاء الله هقول له الست جمعتني قالت لي ما تاخدش أي هدايا، خد قبضيتك وبس. أنا ما نقصدش بس يعني. خلاص بقى العيال عينهم هتطلع. الله. طب دول وهدية. حاجات العيال كمان هدية؟ لا طبعًا. أصل كام جمعة اللي أنا اشتغلتهم معاه، الراجل حس بفرق. راضي المزرعة زاد بعد ما ظبطت له الأمور وقيدت له في الدفاتر كل حاجة بما يرضي الله، لقيته فجأة جايب لي فلوس كتيرة بيقول لي دي مكافأة فوق قبضيتك. قال لي ده حقك. بيني وبينك انا قلت في عقلي بالي ده رزق العيال، خليهم يتشبرقوا بيه. امسك يا سجلات شنطه ايه ولا شنطه اجدعها افوكات ولا حكيم. امسك يا كابتن خالد، يا كابتن يا ابو الكباتن، ادي جزمه الكوره يا سيدي. امسك. وانت يا عم يحيى شيرز اهو وكوفيه على مزاجك. تعال بقى وريني يا سي يوسف هتركب البسكليته ازاي. تعال تعال يا حبيبي تعال. اما انت يا ست البنات بقى إن شاء الله تعجبك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا حبيبتي. يا حبيبي أبوك أنت. خد يا روحي. تسلم إيدك يا بابا. إيه يا صفية مالك؟ لا مفيش حاجة، تعيش وتجيب له. هو فكر مني يا سيدي. أنا عامل حسابي. بكرة الصبح إن شاء الله ناخد جزء من القضية وننزل الساغة نشتري حاجة كده على مقاسهم لحد القضية التانية، وبعدين كمان عايزين نشيل جزء من القضية لحد ما نجمع تمن قضية نوم بدل اللي اتباعت، وبقية القضية ستي اتصرف فيها زي ما انت عايزة. ربنا يكتر رزقك كمان وكمان. بس يعني سباكر ده، أنا مش فاهم انت قرشة ملحة الراجل ليه؟ إيه اللي قالك يا صفية؟ مفيش حاجة بس يعني. يلا يا عيال اطمروا وضوها على المطبخ وبقيتي حاجه طلعوها فوق، واخوكوا يوسف ودي يلعب في الطرق بس خلوا بالكم منه. اتفضل تعالى. تعالى خش. مالك يا صاحبي في ايه؟ اصل بصراحه الشغلانه دي على قد ما هي مريحانه بفلوسها بس متعبه قوي قوي. من ناحيه ايه يعني؟ اهو يونس مسافر وانت مسافر، وكل كام جمعة لما بتجينا يومين ثلاثة. للدرجة دي بوحشك؟ يعني ما انتش عارف يا علي. وانت كمان يا صفية. سبحان من بيصبرني، ده انا بفضل عد الايام والليالي والشوق واخدني والله العظيم ثلاثة كأننا لسه متجوزين امبارح. وكل ما اجي نازل اخد اجازة بس بكر صاحب المزرعة يقول لي خليك الجمعة الجاية. عنده حق، هيلاقي زيك فين؟ عزة نفسه وشهامة وأمانة ومجدها، ده غير قعدتك الحلو. وكل يوم والتاني يا صفية ألاقيه بعت لي عازمني على العشاء، وساعات ألاقيه طابب بنفسه عازم روحه، يعني ونقعد نتكلم بالساعات. يعني بتتكلموا في إيه؟ في أحوال البلد، في أيام المظاهرات، في حكايتي مع عم بدير بتاع الربابة، في الجواب اللي بعته الجناب وزير خارجية بريطانيا العظمى، في عيالنا ومستقبلهم. ما انت كلامك ما يتشبعش منه. يا ريت كان الحاج كرم فات لي قراتين ثلاثة إن شاء الله حتى في الدلنجات. اشمعنى يعني؟ عشان كنت جبتك شغلتك فيهم الصبح وعزمت نفسي على العشاء عندك بالليل. انت تحكي لي تحكي لي تحكي لي لحد الفجر ما يشقش وديك يدا ولاقي نفسي حاطه راسي على كتفك وراحه في النوم وبحلم. وحشتني قوي يا علي. وربنا وانتي اكتر. ايه يا حسان؟ توصل للدرجه دي يا اخويا؟ هو ايه اللي حصل؟ كمان ما انتش عارف ايه اللي حصل؟
طول الليل في الخمارة وراجع الصبح سكران طينة بتتطوح وقعد في الخرابة اتعورت نقال شافوك جابوك على هنا عيال خالد وجلال وصحابه يا علي والله العيال كبر وبقوا شيل عمهم ودي قلتها بنفسك العيال كبر وانت عمهم منظرك ايه دلوقتي قدامك سيدي منظري قدامهم ولا منظري قدامك ما تفرقش الكل عارفين واللي ما عرفش مصيره هيعرف بالسهوله دي خلاص ما بقاش يهمك اي حاجه حسان القهوه يا بابا عليها ليمون يا ابني ماما بعد ما عملتها حطت عليها ليمون تؤمر بحاجه تانيه لا يا حبيبي روح انت شوف مذاكرتك واضح ان الكلام معاك دلوقتي ملوش فايده انت تنام وتصحى وبعدين نتكلم بس بقول لك ايه ما تزوقش مني يعني خلاص يومين الاجازه خلصوا لازم ارجع الشغل بعد بكره مرتاح في الشغلانه دي يا علي الحمد لله رب العالمين ربنا عوض صبري خير بعد زول الكامب الانجليزي ومرمطت الشغل مع اخوات صفيه على الاقل الواحد بقى حر نفسه حر نفسك ازاي؟ هي الشغلانه دي ملهاش صاحب ولا ايه؟ ملهاش صاحب؟ بكر ده راجل اخلاق مفيش كده شهامه وجدعانه راجل عتره طب انت تضمن منين ان هو هيوافق يشتغل معاك؟ انا بس اشاور يا حسان ده راجل يتمنى بالرضا ارضه والسكن جاهز كان معمول حساب ان صفيه والعيال يجوا يقعدوا معايا مش بس هي حكايه المدارس زي ايه؟ موافق تيجي تشتغل معايا؟ لا 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 يا علي خليك في شغلك سيبك مني طالما انت قلت ان الشغلانه دي مريحاك ثبت فيها بايديك واسنانك وزي ما قلنا العيال كبروا مصاريفهم زادت زي ما احنا عارفين ان حاله الشغل في البلد بقت ملخبطه خالص الازمه اللي حصلت بره دي طيلانة وطيلانة بالجامد الله ما انت دريان باللي بيحصل بره وجوه اهو امال ايه الحكايه يا حسان حكايه ايه يا علي عامل زي ما تكون ما انتش عايز تفوق انت عايزني افوق ليه يا علي عشان اتحسر على ايام عمري اللي ضاعت واني بجري ورا سراب قصدك على حال البلد ما احنا عملنا اللي علينا غير ما يجي يكمل ده ما احنا مشينا في المظاهرات واتضربنا واتسجننا وعيالنا ماتوا من الجوع كل ده شاركنا فيه عشان خاطر مصر ضد الانجليز اللي دلوقتي هنعمل عشان خاطر مين اسماعيل صدقي ولا الانجليز ولا جلاله الملك ولا يبقى اني على حق يا علي عايزنا فوق ليه بقى اني مش بلومك اني مش بلومك يا حسان اني عايزك تطلع من اللي انت فيه تبقى زيي علي انت صاحب بيت وعيال لكن انا بطولي طيب يا سيدي لو انت مش عايز تشتغل امسك دول خليهم معاك لغايه ما تلاقي شغل لا 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 علي لا كتر خيرك انا معايا منين؟ معاك منين؟ اهي بترزق حسان انا سبق وحذرتك من اسماعيل اسماعيل ده سكته وعره ونهايته على قد اللي بيعمله وعلى راي المثل الجزاء من جنس العمل واني مالي بيه مال انا باسماعيل على فين اطلع اشم شويه هوا على البحر ده انت ما نمتش طول النيل تطلع تشم شويه هوا في الساعه دي احسن اطلع اشم شويه هوا على البحر احسن بس انت مش واخد بالك لو كان الشارع الجديد فتح زي ما ابوك كان بيحلم بيه الله يرحمه كان زمان بيتنا دلوقتي على البحر عادل وكان زماني دلوقتي قاعد في البلكونة البحري بشم الهواء بتاع البحر براحتي ومزاجي لكن الشارع الجديد ما انفتحش ولا بانه هينفتح سيبني علي سيبني اطلع اشم هواء البحر براحتي يمكن افوق استنى عندك حاسب حاسب ايه العربية دي؟ ايه العربية دي؟ ايه؟ ايه العربية دي؟ خدت حاجاتكم خلاص؟ لسه يا سعالي لسه لسه ايه؟ انتوا هتلبسوني العمة ولا ايه؟ انتوا حاجاتكم على ثلاث عربيات، ايه اللي جاب العربية الرابعة دي؟ استنى يا علي خليك كويس، بقى الغريب يجي منا وانت توقفنا زي الشوكة في الزر كلام ايه ده؟ مين اللي جاملكم ده ونقطع عيشه دلوقتي؟ يا قريبنا ايه يا قريبنا دي مصلحة وانت تكره لنا المصلحة برضه دي مش مصلحة يا حبيبي دي اسمها سرقة وطي صوتك
واحنا اللي قلنا كل حاجه في ايد علي جوز اختنا وخارجين من العربيه قدامك مطمنين. مطمنين ده ايه؟ اخالف ضميري عشان خاطركم؟ ها وانت هتخسر ايه؟ انت هتخسر ايه؟ امال لو كان المال مالك كنت عملت فينا ايه؟ كنت اديتكم كل اللي انتوا عايزينه. المال ده امانه في رقبتي. استنى يا مصطفى، احنا ما عندناش ذوق، الراجل هيلفعنا، معقوله كده نخرج من غير ما نمس عليه؟ حط فلوسك في جيبك، حط فلوسك في جيبك، ثلاثة بالله العظيم لولا انك خال عيالي لكنت دفنتك مطرحة. تدفن مين؟ انت فاكر نفسك كبرت ولا ايه؟ انا طول عمري كبير بالحق والشرف. لا ده انت نسيت نفسك خالص، ده راسها نفسه خالص يا حسين، ومفكر نفسك بقيت صاحب ملك. لا اصحى اش فهم بقال زيك انت في شغلانة زي بتاعتنا. لولا صفية اختنا ما كنت اشتغلت هنا ولا عتبت هنا ولا عملت علينا بعرام. صفية؟ مالها صفية بحاجة زي كده؟ اوعى تكون عاوز تفهمنا انك ما تعرفش ولا حاجه. اعرف ايه؟ اياكش تكونوا عايزين تلهوني في الكلام عشان تفوتوا الحاجات دي من تحت دقني. لا يا حبيبي، دي لولا الصفيه بذات نفسها جت قابلت بكر واتوسطت لك عنده ما كنتش شميت ولا شفت الشغلانه دي من اصله. الواحد مش عايز يتكلم، اللي يقبل يشتغل عند واحد كان في يوم من الايام عايز يتجوز مراته ما يتكلمش على الاصول. انا غلطانه يا علي، غلطانه وما حقوقاتي. الست اللي تطلع من ورا جوزها ما صحش تعيش معاك في سقف واحد. هي غلطة ومش هتكرر تاني. كنت متصورة ان انا مش هعرف، لكن انكشف سترك. وبمين؟ اخواتي. اخواتي طول بيكرهونا ما يحبوناش الخير. الكلام ده حصل ولا لا؟ رحت البكر ولا ما رحتلوش؟ رحت الهجر. رحت. رحتله انت؟ انت رحتله؟ ولا بشتغل مع اخواتك؟ قبل كده ولا بعد كده؟ ولا لسه بتروحيله؟ لا يا حبيبي. أنا في عرضك ما تقولش كده، هي مرة واحدة بس واسأل عمتي كاملة. تاني هتقولي عمتك كاملة، تاني عمتك كاملة، عشان كده أول ما زعلنا مع بعض ما رحتيش بيت أبوكي، رحت لها هناك نفس البلد اللي هو فيه. لا يا علي، لا نبوس إيدك، نبوس إيدك، أوعى عقلك يوديك كده. ولما أنت تعرفيه ما جبتيش سيرته ليه لما قلت لك إن أنا هشتغل عنده؟ ما قلتليش ليه إنه كان متقدم لك قبل كده؟ كنت خايفة ما ترضاش تشتغل. ده انا اشتغلش عيال تاني واتقطم ضهري. ملعون ابوها اللقمه اللي تتاكل من غير كرامه. كرامتك على عين وراس، ما حدش يقدر ينساك. ما انت جبت دماغي الارض، حطيت راسي في الطين، حطيت راسي في الطين. يقول ايه على الراجل؟ يقول عليا ايه؟ بيوسط مراته عشان تشغله. كنت على عين وميس. انا بنكررها لك تاني، انا غلط ومن حقك تعمل اللي انت عايزه. وعشان كده يعني بنستأذنك نروح نقعد عند نينو. لا خليك انت مع العيال، انا اللي هسيب البيت. من السعادة لسانك ما يخاطبش لساني، وماليش قعد معاكي.